لنا محمد تكشف عن خطوبة جديدة، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع أسامة مروة اللي تفاعل بمجموعة من الستوريات من سفرته إلى بريطانيا، وكان عم يتسوق ونشر ستوري على عليه أنا وأم العيال. ويذكر إنه أسامة مروة بهالفترة عم تلاحقوا إشاعات الارتباط مع شيرين بيوتي. نمر إلى لنا محمد اللي تفاعلت بمجموعة من الستوريات، كشفت إنه هي عم تجهز حالها لمناسبة، وهذا الشي اللي خلى الجمهور يتوقع إنه يمكن في خطوبة جديدة قريبا في شلة دبي. مشان كمان 3 ساعات أتحمم، بعدين عندي روح على الصالون بدي أسوي أظافري بما إنه عندنا شي جاي، فأنا مناسبة بس راح أقول لك تخلص يعني بعدين بتعرف إذا حكيت شي تاني. فبدي أروح أسوي أظافري وشعري ما راح أغير لونه خلاص تمام ظابط بحس. وبدنا نجهز، عنا تجهيزات كتيرة. ممكن اليوم او بكره احكي لكم شو رح نعمل. ويوم الجمعه عندي جلسه.